الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي زمن تشتد فيه المحن والبلايا وتكثر فيه الفتن والرزايا، يلتف طلاب العلم حول ورثة الأنبياء وينهلون من معين العلماء. وإننا في هذا اليوم باسم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود بن الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل، وباسم عمادة شؤون الطلاب، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والذي حضر إلينا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان السلفية حقيقتها وسماتها. فنسأل الله أن يجزي الشيخ خير ما جزى والدا عن أبنائه، وأن يجعل ما يقول حجة لنا وله، وأن يبارك في علمه وعمره وعمله. فليتفضل جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، وأوصانا عند ذلك أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم ما كان عليه هو وأصحابه عند حصول الاختلاف والافتراق، لأنه لا بد أن يقع وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فطريق النجاة هو التزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة هي الناجية من النار، سائر الفرق كلها في النار. ولذلك تسمى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة.
هذه هي الفرقة المتميزة عن غيرها باتباع الكتاب والسنة، وما عداها فهي فرق ضالة وإن كانت تنتسب إلى هذه الأمة، ومنهجها مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم ومن كمال بيانه للناس، فالطريق واضح والحمد لله، اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر القرون المفضلة، القرون الثلاثة أو الأربعة كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: سيأتي بعدهم قوم يحلفون ولا يستحلفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السمع. بعد القرون المفضلة تحصل هذه الأمور، ولكن من سار على منهج القرون المفضلة ولو كان في آخر يوم من الدنيا فإنه ينجو ويسلم من النار. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله جل وعلا ضمن لمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، بهذا الشرط بإحسان يعني بإتقان، لا دعوة أو انتساب من غير تحقيق، إما عن جهل وإما عن هوى. ليس كل من انتسب إلى السلف يكون محقا حتى يكون اتباعه بإحسان، هذا شرط شرطه الله عز وجل. والإحسان يعني الإتقان والإتمام، وهذا يتطلب من الأتباع أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوه ويتمسكوا به، أما أن ينتسبوا إليهم وهم لا يعرفون منهجهم ولا مذهبهم فهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا، وليسوا من السلف وليسوا سلفيا لأنهم لم يتبعوا السلف بإحسان كما شرط الله جل وعلا. ولذلك أنتم ولله الحمد في هذه الجامعة وفي هذه البلاد وفي مساجد هذه البلاد الذي يدرس فيها هو منهج السلف الصالح حتى نتبعهم بإحسان، لا بالدعوة والتسمي فقط. فكم من يدعي السلفية ويدعي أن على منهج السلف وهو على خلاف ذلك،
إما لجهله بمنهج السلف، وإما لهواه، يعرف لكن يتبع هواه ولا يتبع منهج السلف، لا سيما وأن من سار على منهج السلف يحتاج إلى أمرين كما ذكرنا. الأمر الأول معرفة منهج السلف، والأمر الثاني تمسك به مهما كلفه ذلك، لأنه سيلقى من المخالفين سيلقى أذى، يلقى تعنتا، يلقى اتهامات، يلقى ما يلقى من الألقاب السيئة، لكن يصبر على ذلك لأنه مقتنع مما هو عليه، فلا تهزه الأعاصير ولا تغيره الفتن، فيصبر على ذلك إلى أن يلقى ربه، يتعلم منهج السلف أولا، يتبعه بإحسان، يصبر على ما يلقى من الناس. ولا يكفي هذا، لا بد أن ينشر مذهب السلف، لا بد أن يدعو إلى الله ويدعو إلى مذهب السلف ويبينه للناس، ينشره في الناس، هذا هو السلف حقيقة. وأما من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف، أو يعرفه ولا يتبعه، وإنما يتبع ما عليه الناس أو يتبع ما يوافق هواه، هذا ليس سلفيا، وإن تسمى بالسلفية. أو لا يصبر على الفتن ويجامل في دينه ويداهن في دينه، تنازل عن شيء من منهج السلف، فهذا ليس على منهج السلف. فليس العبرة بالدعوة، العبرة بالحقيقة. هذا يستدعي منا الاهتمام بمعرفة منهج السلف ودراسة منهج السلف في العقيدة، في الأخلاق، في العمل، في جميع مجالات منهج السلف، فهو المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه صحابته من المهاجرين والأنصار، وعليه من اقتدى بهم وسار على منهجهم إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، هؤلاء هم السلف، هم السلفيون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يدل على أنه سيكون من يخالفهم ويكون من يخذلهم، ولكن لا يهمه ذلك، بل يأخذ طريقه إلى الله عز وجل ويصبر على ما أصابه، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض في صوتك
إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. هذا منهج السلف، هذا سمتهم، هذه صفتهم. والله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراطي، نسبه إلى نفسه نسبة تشريف وتكريم له ولمن سار عليه. هذا صراطي مستقيما، يعني معتدلا، معتدلا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدل على أن هناك سبل ولم يحددها، سبل كثيرة، سبل كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. هذه مناهج الفرق المخالفة لمنهج السلف: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وصاكم، أولا قال اتبعوه ثم قال وصاكم، تأكيد، وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون الله سبحانه، تتقون الضلالات، وتتقون الشبهات، وتتقون وتتقون ما يعترض طريقكم فيها في سلوككم لهذا الصراط. دل على أنه سيعترضكم أشياء. وانظر كيف وحد سبيله وصراطه وعدد السبل. صراط الله واحد، صراط الله واحد، لا انقسام فيه ولا تعدد ولا اعوجاج ولا اختلاف. وأما السبل فهي كثيرة لا تعد، كل يبتكر له سبيل طريق سير عليه، كل يبتكر له منهجا يسير عليه هو وأتباعه، فهي متعددة سبل. ولا تتبعوا السبل، إذا اتبعتم السبل ماذا يحصل؟ تفرق بكم عن سبيل، تخرجكم عن سبيل الله عز وجل، تقعون في التيه والضلال والهلاك، فلا نجاة ولا صلاح ولا فلاح إلا بلزوم الصراط المستقيم الذي هو صراط الله جل وعلا، وما عداه فهي سبل الشياطين على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فلنحذر هذا الأمر ولا نغتر بكثرة المخالفين ولا نعبأ بشبهاتهم وتعييرهم وتنقصهم لنا، ما نلتفت لها، بل نسير إلى الله على بصيرة. الله جل وعلا فرض علينا في كل ركعة من صلواتنا أن نقرأ سورة الفاتحة، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم الذي هو صراط الله جل وعلا، أن هذا صراط مستقيم. اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين يسيرون عليه؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم رفقاؤك على هذا الصراط الذي تسير عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلا تستوحش وأنت على هذا الصراط،
لأن صحبك ورفقاءك هم خيار الخلق، فلا تستوحش. ولو كثرت الطرق، كثرت الفرق، وكثر المخالفون، ما تلتفت إليه، لأنك مقتنع مما أنت عليه، وهو صراط الله عز وجل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، مثل اليهود عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به، والعلم إذا لم يعمل به صار حجة على صاحبه يوم القيامة. والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر، لابد من العمل. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، شو الفائدة من شجر بلا ثمر؟ ولذلك غضب الله عليهم لأن عندهم علم ولم يعملوا به، فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى ونقته وسخطه عليهم. وإن كانوا يرون أنهم هم الناس وهم أهل التقدم والرقي والحضارة وإلى آخر ما ما يدعونه من الرقي، فإنهم على ضلال، على غضب من الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليه ولا الضالين، أي غير طريق الضالين، وهم الذين يعملون، يعبدون الله، يجتهدون ويزهدون، لكن على غير علم، على غير علم وهدى من الله سبحانه وتعالى، فعملهم هباء منثور لا يفيدهم شيء، لأنهم ضالون عن الطريق، ضالون عن الصراط المستقيم، فعملهم تعب بلا فائدة. ومن هؤلاء النصارى، النصارى عندهم عبادة رهبانية وعندهم، لكنهم على غير علم، على غير هدى، فهم ضالون. وهم على ضلال، على خطأ. والعبرة ليست بالجد والاجتهاد من غير إصابة للحق ومن غير طريق صحيح. الصوفية مثلا عندنا في الإسلام هم على طريق النصارى، هم يعبدون الله ويزهدون ويجتهدون ويعتزلون الناس، لكنهم ما عندهم علم ولا يتعلمون، يزهدون في العلم، يقولون للناس اعملوا، أما العلم يشغلكم عن العمل، المطلوب منكم العمل. يزهدون الناس في تعلم العلم ويزهدونهم في الجلوس إلى العلماء وأخذ العلم من العلماء، يقولون هؤلاء مقصرون وهؤلاء وهؤلاء، أو أعاقوكم عن العلم عن العمل، أعاقوكم عن العمل. هذه ناحية عندهم. الناحية الثانية يقولون العلم ليس بالتعلم، العلم يأتيك تلقائيا، إذا اجتهدت في العبادة فتح الله عليك، جاءك العلم بدون أنك تتعلم. هذا ضلال وعياذ بالله، نحذر من هذا. العلم بالتعلم، ما يمكن الحصول على العلم بدون التعلم، على أهل العلم وأهل البصيرة، تلقي العلم عن العلماء، العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، هذا في صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل. ف
ثم ذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم أولا ثم استغفر واعمل بعد ذلك، فلا بد من العلم. العلم هو الدليل إلى الله سبحانه وتعالى. الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليدلنا على الطريق الصحيح الذي نسير عليه، وهو العلم النافع والعمل الصالح. الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من جمع الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء بالعلم فقط دون عمل، ولا جاء بعمل دون العلم، قرينان متلازمان. لا بد أن يكون العمل مؤسسا على علم وعلى بصيرة، ولا بد للعالم أن يعمل بعلمه، وإلا العالم الذي لا يعمل بعلمه والعامل الذي لا يسير على علم كل منهما هالك، إلا من عنده علم نافع وعمل صالح، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السلفية الصحيحة، وهذه سمات السلف الصالح: العلم النافع والعمل الصالح. هذه سمات السلف الصالح، والسلف يعني الذين مضوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا الذين سبقونا بأي شيء؟ بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا وبغضا للذين آمنوا. فالذي يبغض السابقين من الصحابة والأنصار، من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والقرون المفضلة، الذي يبغضهم هذا قد سخط الله عليه وغضب عليه وعمله هباء منثور، لأنه لم يؤسس على هدى. والعمل إنما يقبل بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه هذا هو الإخلاص، البراءة من الشرك وأهله، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، تاركا للبدع والمحدثات، وإنما يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو منهج السلف، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة. لا تقل: منين أخذ منهج السلف؟ أنا ما أعرف منهج السلف، منين أخذ؟ يا أخي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هو الذي يعرفك منهج السلف. وأيضا ما تأخذ من الكتاب والسنة إلا بواسطة العلماء الراسخين في العلم، لا بد من هذا. فالذي يريد أن يسير على منهج السلف لا بد أن يلتزم بهذه الضوابط الشرعية، وإلا كثير اليوم من يدعون أنهم على منهج السلف
وهم على ضلال وعلى أخطاء كبيرة وينسبونها لمنهج السلف. فلذلك صار الكفار والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يسبون السلفيين، وكل جريمة وكل تخريب وكل بلاء يقول هؤلاء هم السلفيون. هذا السلفية بريئة منه، كل البراء والسلف براء منه، وليس هو على منهج السلف، إنما هو على منهج الضلال، وإن تسمى بمنهج السلف. فيجب أن نفرق بين التسمي والحقيقة، تسمي والحقيقة، لأن في من يتسمى من غير حقيقة فهذا ليس سلفيا، والسلف براء منه. منهج السلف علم نافع وعمل صالح وأخوة في دين الله وتعاون على البر والتقوى، هذا منهج السلف الصالح الذي من تمسك به نجا من الفتن والشرور وحاز على رضا الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كل يريد الجنات التي تجري تحتها الأنهار، كل لا يريد النار ولا يريد العذاب، لكن الكلام على اتخاذ الأسباب التي توصل إلى الجنة وتنجي من النار. ما فيها أسباب إلا التزام منهج السلف الصالح. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ هو الكتاب والسنة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ولله الحمد موجودة لدينا، محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظة بإذن الله. من أرادها بصدق وتعلم تعلما صحيحا وجد هذا. وأما من يدعي من غير حقيقة أو يقلد من يدعي السلفية وهو ليس على منهج السلف، فهذا لا يجري عليه شيء بل يضره. والمشكلة أن هذا ينسب إلى السلف، ينسب إلى السلفيين، وهذا كذب وافتراء على السلف، كذب وافتراء على السلفية، هذا تمويه على الناس سواء تعمد هذا أو لم يتعمد، إما صاحب هوى وإما جاهل. جاهل، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. لا بد من يدعي وينتسب إلى السلف أن يحقق هذا التسمي والانتساب بأن يتمثل منهج السلف في الاعتقاد وفي القول والعمل والتعامل، حتى يكون سلفيا حقا ويكون قدوة صالحة يمثل مذهب السلف الصالح. فمن أراد هذا المنهج فعليه أن يعرفه، أن يتعلمه، أن يعمل به في نفسه أولا، أن يدعو إليه، أن يبينه للناس. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو طريق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصبر على ذلك وثبت على ذلك ولم ينجرف مع الفتن ولا مع الدعايات المضللة ولم تهزه الأعاصير، بل يثبت على ما هو عليه
حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لسماحة شيخنا ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يبارك في عمره وعمله، اللهم آمين. نستأذن سماحة الشيخ بعرض بعض الأسئلة التي يتسع لها الوقت، وإن سمح لنا الشيخ بالبقاء بعد صلاة العشاء نعرضها جميعها مرة ثانية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، كثير من الأسئلة ابتدأها أصحابها بقول إني أحبك بالله. أحبكم الله الذي أحببتمونا به. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فما معنى ذلك؟ معناه واضح، يعرفون الحق، هذا الذي قلنا إنه ما يكفي الانتساب، لا بد أن تعرف الحق بدليله من الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم الراسخين في العلم. والرفق بالخلق، التعامل مع الخلق بموجب ما جاءت به الشريعة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، أحسن الكلام والنطق والأسلوب والتخاطب حتى ترغب الناس في الخير، ويكون كلامك عن علم ما هو عن جهل ولا عن حماس بدون التزام بالآداب الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: تواجه بلادنا المملكة العربية السعودية حملات مغرضة من بعض دعاة الفتنة يريدون فيها بإسقاط النظام، فكيف نواجه هؤلاء الدعاة ونحمي أنفسنا من سمومهم؟ كما سمعتم يواجهون أولا بتعلم العلم النافع الذي فيه معرفة الحق بدليله، والذي فيه كيف تواجه الفتن وكيف تواجه دعاة الضلال، فلا بد من العلم النافع تعمل به في نفسك أولا حتى تكون قدوة صالحة، ولا يضر لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لو أرادوا المملكة وأرادوا والمملكة مستقيمة على الحق وعلى تحكيم شرع الله فلن يضروها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله ضمن لهم الحماية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامهم. لا تصور يا أخي، لا تصور، الله يهديك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، دائما يردد ولاة أمرنا ولله الحمد أن هذه البلاد قامت على المنهج السلفي، ولكننا نرى من بعض الكتاب من يستنكر هذا الكلام، فما توجيه فضيلتكم؟ ليس هذا بغريب، هذا مثل ما مر بالسؤال الذي قبل هذا، أن في من يستنكر التمسك بمنهج السلف، التمسك بالإسلام، كثير هذا من عصر النبوة وهذا موجود، ولكن نحن نثبت على ديننا وعلى اتباع رسولنا، ولا يهمنا من نعق وقال وقال. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذين يلبسون لباس الأوروبيين في هذه البلاد؟ ما يجوز هذا التشبه بالكفار في لباسهم، لا يجوز هذا، نهينا عن التشبه في اللباس في النطق في جميع صفاتهم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه يشمل جميع ما عليه الكفار مما هو خاص بهم، ومن عاداتهم، فلا نقلدهم في ذلك، فيلبس اللباس الذي عليه أهل البلد، لباس المحتشم الطيب،
هذا هو الذي يجب على من كان في هذه البلاد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما نصيحتكم للشباب الذين من بعض البلاد الأوروبية ويلبسون الأثواب في بلادهم ويحدث لهم ذلك نفرة من الناس، فما نصيحتكم لهم؟ ما عليهم من الناس، إذا لبسوا لباسهم ما عليهم من الناس، يلبسون ثياب أو يلبسون الملابس الساترة التي فيها مخالفة للتشبه بالكافرين، ولا يهمهم من يقول، ما داموا لم يمنعوا ولم يحصل عليهم أذى وضرر يصبرون على دينه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل التعصب للمذهب الواحد سواء كان حنبليا أو شافعيا يعتبر من السلفية؟ نحن لا نتعصب للمذهب على أنه مذهب، نتعصب للمذهب الذي عليه دليل من الكتاب والسنة، الذي عليه دليل من أقوال أهل العلم نتمسك به، ما نقول نتعصب، نقول نتمسك به، نتمسك به تمسك، ما هو تعصب. تعصب الغالب يكون مذموما، لكن التمسك هذا هو الصواب، نتمسك بالحق، لا يهمنا من خالفنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الأفضل أن ينتسب الشخص إلى السلفية بقول أنا سلفي، أو يكفي أن يقول أنا مسلم؟ لا، التسمي بالسلفية ما يكفي بالتلفظ، ينهج منهج السلف، ينهج منهج السلف ويكون عليه ولو لم يقل أنا سلفي. نعم. يقول: في هذا الزمن مع كثرة الفتن، إذا ذكرت إخواني بحقوق الحكام فإني أجد غربة شديدة، وأن غالب الناس يكرهوني، فما نصيحتكم لي؟ بين الحق والصواب، ولو من لازم هذا أن الناس يرضون عنك، ما بلازم أنت بين الحق والصواب للناس وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحكام ومع غيره، من قبلها فالحمد لله، ومن لم يقبلها أنت أبرأت ذمتك وأقمت الحجة عليه. نعم. يقول: ما ندور رضا الناس ومدح الناس لنا، نبحث عن رضا الله عز وجل، كما روت عائشة أم المؤمنين الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول بأن المظاهرات على الحكام الكفار جائزة لأن الكافر يجوز الخروج عليه. المظاهرات إذا كان يترتب عليها أضرار وتخريب وقتل وسفك دماء وضياع أمن ما تجوز، والقيام على الحكام الكفار ما يكون بالمظاهرات، يكون بالجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة تقودهم تغزو بهم الكفار، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يغزون الكفار بجيوش تحت رايات منظمة ويقاتلونهم. أما المظاهرات هذه لا تأتي إلا بشر ولا تأتي بخير، بل تكون سببا للفتنة ولا تنتج شيئا، مثل ما تعرفون الآن. هل أنتجت هذه المظاهرات خيرا؟ ما أنتجت خيرا، ولا تنتهي من مظاهرة لمظاهرة، لأنها ليست منظمة تنظيما شرعيا وتحت راية غازية مسلمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا قيل لبعضهم انظر كيف جنت المظاهرات على المسلمين سفك الدماء، يقول هذا القتل لا بد من أضرار سلبية لأي معركة. ما يبدي معركة، هذه مظاهرة وفوضى، المعركة تكون بالجهاد في سبيل الله. نعم، يحصل بالجهاد في سبيل الله، يحصل به استشهاد وقتل، لكن تكون العاقبة للمسلمين،
وأما المباراة فليس فيها إلا سفك الدماء وتخريب الممتلكات وضياع الأمن، وماذا ترتب عليها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الإنكار على الحاكم المسلم أمام الناس من المحرم بالإجماع أم في المسألة خلاف حتى لو اقتضت المصلحة الإنكار عليه؟ بالعبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن على الحق، نتبع من على الحق. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا يأمرنا بذلك، لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لأن الخروج على الحكام يحصل فيه ضرر أعظم من الصبر على ما يحصل منهم من الجور والظلم ما داموا مسلمين. والأمور إذا كانت تفضي إلى ضرر أعظم فلا تجوز، ما يجوز ارتكاب شيء يفضي إلى ضرر أعظم ونتيجة عكسية، ما يجوز هذا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل جعل الدرس العلمي في التكلم في السياسة كما يفعله بعضهم من هدي السلف؟ لا، الدراسة تكون لمنهج السلف، العقائد موجودة ولله الحمد وفيها منهج السلف في الدعوة إلى الله، في حقوق الحكام المسلمين، في السمع والطاعة بالمعروف، هذا موجود في العقائد التي تدرسونها والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: سمعت من بعضهم يقول: لماذا تستغرق محاضرة أو خطبة كاملة عن شرك القبور، وما الداعي إلى ذلك؟ ممكن أن تذكر به تذكرة عامة، لكن لا ينبغي أن تستغرق المحاضرة بموضوع لا علاقة لك به، فما رأيكم؟ هذا تضليل و كراهية لدعوة التوحيد وإنكار الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد؟ أليس مكث فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فدعوة التوحيد استمر عليها ولا يستثقلها إلا منافق أو كافر، نسأل الله العافية. لا بد من الدعوة إلى التوحيد، لا بد من النهي عن الشرك في محاضرة، في خطبة جمعة، في كلمة، لا بد من هذا. هذا هو الأصل الذي دعت إليه الرسل. ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. لأنه لا فائدة من الصلاة ولا من جميع الأعمال مع وجود الشرك، الشرك يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا ينفع أي عمل مع الشرك. فلا بد من تركيز على العقيدة، بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها من الشرك بالله عز وجل، لا بد من هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من سافر إلى الرياض من مسافة قصر وجمع وقصر ومكث 4 أيام ونصف اليوم، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ من سافر إلى الرياض من مسافة قصر ومكث 4 أيام ونصف اليوم، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ لا، إذا زادت إقامته عن 4 أيام فلا يجمع ولا يقصر، لأنه انقطع السفر إذا عزم على إقامة، إذا عزم. أما إذا زادت على 4 أيام وهو لم ينوي الإقامة وإنما أقام لحاجة ولا يدري متى تنقضي، فهذا يجمع ويقصر لأنه لا يزال مسافرا لأنه لم ينوي إقامة طويلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: متى يقال إن الفرقة أو الرجل خرج من المنهج السلفي؟
يقال إذا خالف المنهج السلفي يقال له خرج، لكن قد يكون خرج متعمدا وقد يكون خرج جاهلا، فيبين له ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول أن ما يحدث الآن من المظاهرات مسألة نازلة، وفي النوازل يرجع إلى القواعد الشرعية لا إلى النصوص، فهل هذا صحيح؟ ما هنا قواعد شرعية بدون نصوص؟ ما تكون قواعد شرعية إلا إذا كانت مبنية على النصوص، أما ما خالف النصوص فهي قواعد باطلة ليست صحيحة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم لا يعرف كتب السنة الأصيلة كالإبان لابن بطة والشريعة للآجري والسنة للخلال، فهل يعتبر هذا خللا في طلب العلم؟ العقائد الأولى التي ذكرتها وغيرها قربت ولله الحمد في الكتب، كتب التوحيد والعقيدة التي بأيدي الناس اليوم، هذا امتداد وتقريب للكتب السابقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من أهمه أمر، هل له أن يكرر صلاة الاستخارة وبما يعرف أنه كتب له الخير في ذلك؟ نعم، إذا هم بأمر وتردد فيه وهذا الأمر من الأمور المهمة له يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله بدعاء الاستخارة، وإذا مالت نفسه إلى أحد الطرفين يأخذ به. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان لا يرى الانتساب والتسمي بالسلفي والأثري، فهل هذا صحيح؟ ما عرفنا هذا عنه، كتبه كلها تحث على اتباع السلف وعلى اتباع الأثر والدليل، وهو كان كذلك رحمه الله إلى أن مات وهو على منهج السلف وعلى العناية بالأثر والأحاديث والأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وكتبه موجودة الآن، كتبه موجودة تنبئ عنها عما كان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يقال أن متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تربي طالبا جدليا، حيث أن مضمونها يعتمد على طريقة السؤال والجواب، وهذا الأسلوب ليس أسلوبا يزكي النفس، والدليل على ذلك أن أكثر دارسيها يتصفون بالأخلاق السيئة، بينما بعض الطرق المخالفة يتصفون بالأخلاق الراقية، فما رأيكم؟ هذا كلام، هذا رد فعل على الخير، هذا ما فيه خير وفي نفسه ضلال، وينظر إلى كتب الشيخ وغيره بهذا المنظار الأسود. كتب الشيخ اهتدى بها أمم ولله الحمد، وانتفع بها أمم، ولا يزال ينتفع الناس بها في مشارق الأرض ومغاربه، وكونها الشخص ما انتفع بها هذا لعلة فيه، الإنسان يعافي الطعام والشراب أحيانا لمرض فيه، هذا مثل المريض نسأل الله العافية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ألاحظ أن بعض المشايخ إذا حدثت نازلة في بلاد الشام مثلا يهتمون بذلك، وإذا حدثت مجاعة في أفريقيا لا يهتمون بذلك، فلماذا هذا الفرق؟ ما أظن هذا صحيح، أظن المسلم يهتم بإخوانه المسلمين في أي مكان. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم يقعون في صغائر الذنوب بكثرة، فهل يؤثر ذلك على حياتهم العملية والعلمية؟ الله فتح باب التوبة، ما نحد معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، الإنسان عرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي، ولكن من رحمة الله أن الله فتح باب التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا إليه وأسلموا له. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: بعض القبوريون يستدلون بالتبرد بقميص يوسف عليه السلام وأن يعقوب عليه السلام شفي بذلك، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا من معجزات الأنبياء لا يحصل لغيرهم. النبي تبرك بمن فصل من جسمه من عرق أو ثوب أو شعر أو ريق كما يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم: المقيمون في المملكة والمولودون فيها لمن تكون بيعتهم؟ لولي الأمر في المملكة أو لحكامهم الأصليين؟ تقول: المقيمون المولودون في المملكة العربية السعودية لمن تكون بيعتهم؟ لولي الأمر في السعودية أم لبلادهم الأصلية؟ حسب الجنسية التي معهم، إذا كان معهم جنسية سعودية فيكونون تبع للحكام السعوديين، إذا كانوا باقين على جنسيتهم في بلادهم فهم تبع لبلادهم ويكونون من المقيمين السعوديين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نحن طلاب من خارج الرياض ونسكن في سكن الجامعة، وبعضنا يقصر الصلاة في السكن ويصلي في غرفته ويتخلف عن الجماعة بحجة أن بعض العلماء أجاز ذلك لطلاب العلم. هذا طالب علم اللي يعمل هذا العمل، طالب العلم يبحث عن الحق، والحق أن المقيم إقامة طويلة للدراسة أو غيرها أنه ليس مسافرا انقطع سفره، فعليه أن يصلي الصلاة تامة مع الجماعة في المسجد ويترك عنه الترخص في الرخص التي قال بها بعض العلماء من غير دليل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما يبري ذمك إن فلان قال كذا وفلان قال، اللي يبري ذمك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يبري ذمك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أنكم تقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها داخلون في السلفية؟ هذا كذب وافتراء، ما يدخل في السلفية إلا من كان على منهج السلف، إذا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون، أما إذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الرسول ما تركنا بدون بيان، بيّن من هو السلفي من غير السلفي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل القيام بعرض أقوال المخالفين على علماء السنة لبيان الموقف الشرعي من أقوالهم، لا سيما أن في كلامهم تحريف للنصوص الشرعية وأقوالهم مخالفة لأقوال علماء أهل السنة، فهل هذا العمل من تتبع زلات المخالفين أم أن القيام بذلك جائز لصيانة الشريعة؟ العمل بذلك واجب، البحث عن الحق وعرض أقوال المخالفين على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما هي العبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن معه الدليل من الكتاب والسنة، فيؤخذ ما عليه دليل ويترك ما خالف الدليل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من طريقة السلف الانتساب إلى أحزاب ودخول البرلمانات، حيث رأينا هذه الأيام أحزاب سياسية ينتسبون إلى السلفية؟ السلفية ما هي بدعوة، السلفية من كان على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك، ما هي بدعوة وكل يدعي السلفية وهو ينهج مناهج مخالفة لما عليه السلف. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من منهج السلف أنه إذا أخطأ أحد الدعاة وخالف منهج السلف أن ينشر خطأه عبر وسائل الإعلام والرسائل؟ إذا كان نشر قوله على الناس فلا بد من نشر الرد عليه لبيان الحق، أما إذا كان من انتشر قوله فإنه يناصح ويكفي هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم مكالمة المخطوبة ومراسلتها؟
إذا لم يكن في ذلك فتنة وهي لمجرد التفاهم معها فلا بأس بذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: كيف نجيب من يقول أن العلماء الكبار لا يعرفون الحقيقة وحال المسلمين في الغرب، لذلك ارجعوا إلى من سافر إلى الغرب واستفتوهم؟ إذا كان العلماء لا يعرفون الحقيقة فهم ليسوا علماء. العالم هو الذي يعرف الحقيقة، يعرف الحق من الباطل، يعرف الخطأ من الصواب، هذا هو العالم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: انتشرت في مواقع الإنترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أنا رددت على هذا، لكن ما يقبلون اللي عليهم. أنا رددت على هذا في حينه وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد، لكن ما ينشرون اللي عليهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يقول بعضهم أن الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة للوقت وأنه لا ينفع العوام، فهل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص، هذا اللي قال هالكلام هذا هو الضايع. أما بيان الحق فهو رد إلى الحق والصواب وجمع للأمة على الحق والصواب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إن الفتن قد كثرت والدعاة المضللين قد كثروا، فقد سمعت بعض الدعاة يقول للجمهور أنه يدعو يهودية للإسلام فقرأ من سورة مريم ثم قرأ كلاما عاديا رتله كترتيل القرآن، ثم قال مازحا للجمهور: هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالذي يمزح بالقرآن يجيب كلاما يقول هذا مثل القرآن ويرتله ويوهم الناس أنه قرآن، هذا يرتد بهذا العمل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يكتفى بنقد الأفكار أم لا بد من نقد أصحاب الأفكار أيضا؟ إذا نقدت الأفكار فقد نقد أصحابها، ما يحتاج. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم يمتحنون الطلاب بفلان وفلان من الدعاة فيقولون ما رأيك في فلان وما موقفك من فلان، فهل هذا الطريق صحيح؟ الواجب أن يمتحنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال من تتبع رسول الله وتتبع غيره، اتبع غيره فهو ضال، أما من اتبع الرسول فهو المهتدي، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: قول أيام أقيم ما يعرف بمنتقى نهضة الشباب الذي يشرف عليه بعض من ينسب إلى الدعوة وقد احتوى على تربية الشباب والبنات على الثورات، فما موقف المسلم من ذلك؟ يقول: قول أيام أقيم منتقى يسمى منتقى النهضة الشبابي ويشرف عليه بعض من انتسب إلى الدعوة. لا أرد من الله أرد يرد عليه قيمة وكلام، أنت هو اشتهر بين الناس وافتضح ولله الحمد، لا داعي إلى الصالح. يقول: ما حكم تقليد أصوات بعض المسلمين من مصر وسوريا والسودان لأجل بعض الناس وترفيههم في الغرب؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تقليد أصوات بعض الأخوة المسلمين من مصر أو من السودان من أجل الدعوة إلى الله وترفيه الناس لأجل الدعوة؟ الدعوة ليست بتقليد الأصوات، الدعوة في الكتاب والسنة وإقامة الأدلة على الحق وإقامة الأدلة على بطلان ما خالف الحق، أو تقليد الأصوات. يقول أحسن الله إليكم: ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟ بلا شك ما وراء هذا الردة أن يستهزئ بالله والرسول.
مشغولة في الأحكام الشرعية ما بعد هذا على أشد أنواع الكفر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من يفسر حديث من ضار ضارك وأخذ مالك بأنه في الحال في العالم ينصح الناس بسماع الشرطة وقراءة كتب أم يحذرون من ذلك؟ نعم، يقبل من قاله من الحق ويترك الخطأ، يترك الخطأ ويقبل ما جاء به من الحق وما بينه من الخطأ. هم من لازم الإنسان إنه ما يخطئ، الإنسان هو معصوم يخطئ، هذا يعتبر خطأ وقد تراجع عنه الحمد لله لما بين. نعم. الله أكبر. لا يفصل بينه وبينه قبر ولا سوق ولا طريق،
لا يجوز الصلاة في هذا المسجد في أي جهة كان، في قبلته في قبلته أو في خلفه أو على أحد جوانبه. القبر إذا كان متصلا بالمسجد من أي جهة لا يصلى في هذا المسجد. نعم. يقول أحسن الله عليكم: الدعاة الذين يشهرون بأخطاء ولي الأمر ويذيعونها بين الناس، هل ينصح عامة الناس بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم؟ الأشرطة اللي فيها تضليل وفيها بث الفتن لا يجوز ترويجها، بل يجب إتلافها، يجب إتلافها لأنها تبث الفتنة والشر. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل الصوفية على مرتبة واحدة في الضلال، أم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات؟ سابق في الخيرات ما أدري، لكن ما هو على درجة واحدة، منهم من تصوره خبير مجتهد في العبادة مثل السابقين منهم مثل الفضيل ومثل إبراهيم بن أدهم، هؤلاء عندهم تصور، ومثل بشر الحابل عندهم تصور، لكنهم عباد مجتهدون وعلى عقيدة سليمة ومنهج سليم يأخذون بالكتاب والسنة، إنما عندهم الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا، هؤلاء تصورهم آخر. أما لما تطور التصور وصل إلى من إلى وحدة الوجود، والذين يقولون إن الله هو الكون كله، كله هو الله، لا انقسام بين خالق ومخلوق مثل ما يقوله ابن عربي، فهذا أعظم الضلال، ويقولون هذا أكثر أهل الأرض والعياذ بالله، تصورهم على درجة واحدة. يقول أحسن الله عليكم: هل يلزم للقنوت بالصلاة إذن ولي الأمر، وما الدليل؟ نعم، لأن الصحابة ما قنتوا حتى قنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الإمام وهو المفتي وهو القاضي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله عليكم: البعض يقول أن مصطلح السلف لم يرد في القرون الماضية وهو اصطلاح جديد. لم يرد قوله تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو معنى السبب، وإن لم يأتي بلفظة لكن جاء بمعنى. نعم. يقول أحسن الله عليكم: بعض الدعاة يهتمون باجتناب الذنوب وتحسين الأخلاق، ولكن لا يوجد عندهم اهتمام بالتوحيد والعقيدة، فهل نحمر دروسهم؟ ما قصركم الله على على العقيدة السليمة وعلى المنهج السليم والأخلاق الطيبة اذهبوا إليه. نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما موقفكم من نزول الله سبحانه وتعالى آخر الليل إلى السماء الدنيا؟ أنا نقف من نزول الله، إيش الكلام؟ هذا حديث متواتر أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ينفع نصف الليل الآخر، هذا من صفات الأفعال على الله جل وعلا، وهو ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندخل في الكيفية كيف ينزل، لكن نثبت النزول على ما جاء عن الله ورسوله ولا نتعرض لكيفيته، هذا هو المنهج في سائر الأسماء والصفات، نثبتها لله ولكن لا نتعرض لكيفيتها لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله عليكم: خرج البعض يطالب بالملكية الدستورية في المملكة العربية السعودية، فما رأيكم في ذلك؟ رأينا أن تترك هذا السؤال وإياه. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز تأويل النصوص وتخصيصها بالضرورة النفسية؟ يقول: هل يجوز تأويل النصوص وتخصيصها بالضرورة النفسية؟ ما معنى السؤال؟ النصوص تتبع ولا
الصحيح للنصوص الشرعية؟ تأويل هو التفسير، تأويل يطلق على التفسير ويطلق على الحقيقة وما يقول إليه الأمر في المستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله، أما التفسير فيعلمه العلماء. والمفسرون القدامى مثل ابن كثير ومثل ابن جرير وغيرهم يطلقون التأويل على التفسير، القول في تأويل قوله أي تفسير قوله تعالى، فالتفسير الذي معناه التأويل الذي معناه التفسير هذا يعرفه العلماء، وأما التأويل الذي معناه حقيقة الشيء وما يقول إليه من مستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، سمعت بعض الناس يقول أن حديث الافتراق الذي ذكرتموه ضعيف. هذا هو الضعيف، يقول الكلام هذا هو الضعيف، أما الحديث فهو صحيح، صححه العلماء ورد من عند الطرق خرجوه وذكروه في العقائد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بلدنا اشتهر بأن الله عز وجل موجود في كل مكان، فما هو موقفنا؟ هذا مذهب الملاحدة الحلولية، الحلولية أو الاتحادية، وهذا كفر، هذا أكثر المذاهب. الله فوق سماواته، عال على مخلوقاته، مستو على عرشه، كما جاءت في هذا النصوص أو في جهة العلو، نثبت هذا لله ونعتقده وندين الله به ونؤمن به. وأما من يقول إن الله في كل مكان فهذا ملحد، لأنه لا ينزه الله عن القارورات ومحلات الحشوش وقضاء الحاجة والحمامات، نسأل الله العافية. نعم. يقول سمعت من يقول أن كلمة منهج محدثة ومصطلح جديد، لذلك لا ينبغي إطلاقها. وإن جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، يا منهاج والمنهج والمنهاج معنى واحد. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فما معنى قوله اعتزى؟ اعتزى يعني انتسب إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من جمع بين قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وبين الحديث يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ ما رفع صوته على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رفع صوته على الرسول، بل منع عن رفع الصوت، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، يعني تجهر تنادي فلان ترفع صوتك عليه، لا، الرسول يحترم عليه الصلاه والسلام. نعم. يقول احسن الله اليكم: ما حكم حساب الحروف في ايات القران الكريم والدعاء أن ذلك علم فيعد حروف كل آية؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الكتابة على جدران المقبرة ببعض الحروف والرموز للاستدلال بها على صاحب القبر؟ لا يجوز الكتابة على المقابر ولا على جدرانها، لأن الرسول نهى عن ذلك، عن الكتابة وعن التخصيص وعن جميع ما يجر إلى الغلو في الميت، ولا يجوز وطن القبور والجلوس عليها والكهان، لا يجوز رفعها، لا يجوز الغلو فيها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الإخوة يصفون عالم من العلماء بأنه حامل على الجرح والتعديل، فمن جرحه فهو المجروح بحجة أنه لن يجرح إلا بدليل، فيلزم اتباعه في ذلك. جرح والتعديل في الإسناد هذا في علم الحديث، وهذا أهله مات وما فيه أحد، ما في أحد فيما نعلم من علماء الجرح والتعديل، لكن قد يكون من علماء الغيبة والنميمة، هذا موجود، من يجرح الناس ويغتاب الناس، هذا ما هو بالجرح والتعديل. التعديل من علم الإسلام، وهذا له رجاله وانتهى ومات، الله أعلم، ما نعلم أحد، لكن قد يكون فيه من يقرأ كتب
الله أعلم، أنا ما أحصيت من اللي على منهج الشاعر ولكنه أرجو الخير إن شاء الله. يقول أحسن الله عليكم: كيف نعرف العلماء المتقدمين والمتأخرين؟ هل بالتاليف وهل لذلك وقت محدد؟ ما تعرف المتقدمين؟ قد يكون بالتاليف، ما تعرفون إلا بالتاليف، ولادتهم وفاتهم. يقول أحسن الله عليكم: هناك من يقول بأن المسابقات لأجل حفظ القرآن الكريم من البدع. لا، هو من البدع، هذا من التشجيع على الخير، وهذا يقول ابن القيم إنه من الجهاد في سبيل الله، يعني طلب العلم وحفظ القرآن وتعليمه هذا من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليه. يقول أحسن الله عليكم: التخوف الشديد من العين، هل هو مذموم؟ وكيف يتحصن المسلم من العين؟ بذكر الله عز وجل، تحصنت بذكر الله واستعمال الورد في الصلاة والمساء وعند النوم. يقول أحسن الله عليكم: ذكر الخطيب عندنا في الجامع عندما أراد أن يحذر من ملتقى النهضة سمى المشرف على الملتقى وحذر منه، مع أني أرى أنه من الدعاة المميزين، فما توجيهه؟ هذا رأيك أنت، هذا رأيك الذي يشرف على مثل هذا المهرجان على ما فيه من هذه القوام والآفات، هذا لا يزكى، لا يزكى وهو يشرف عليه. يقول أحسن الله عليكم: عندما تمر آية في كتاب هل ترتلها؟ لا، إذا قرأتها لأجل الاستدلال لا ترتل، إنما إذا قرأتها للتلاوة، إذا قرأتها للتلاوة ترتل. يقول أحسن الله عليكم: هل السنة في تسوية الصفوف إلصاق المناكب أو أطراف الأقدام أو بهما جميعا؟ المناكب ولا المناكب ولا أما الأقدام فتختلف على أطول المعنى تجعل الأقدام من الصواب، لكن الكعب هو محل المهالاة. يقول أحسن الله عليكم: هل يوجد فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الحديث وبين السلفيين؟ أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث اللي يعملون بالحديث ويتبعونه، هم أهل الحديث سواء كانوا أهل العمل به أو قالوا بالعناية بسنده وروايته، كلهم يدخلون بأهل الحديث. يقول أحسن الله عليك أحسن الله إليكم: كنت أسمع من أقاربي من يقول عند سماع صوت المرء دام الحي، ويقولون عند رؤيته من البر سبحان منشيك، فما حكم ذلك؟ لا دليل على هذا، لكن إذا قال عند سماع الرعد سبحان من سبح الرعد بالحمد والملائكة من خيفته، هذا يوافق الآية أي يسبح الرعد بالحمد والملائكة من خيفته. يقول أحسن الله إليكم: نذرت أن لا آكل هذا الشيء في هذا اليوم مع أنه مباح ثم أكلته، فماذا عليك؟ عليك كفارة يمين، لأنك نقضت اليمين عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم. يقول أحسن الله عليكم: لي زميل لا يذكر حقوق الحكام وأحاديث السمع والطاعة خوفا من أن يسميهم الطلاب بأنه جامي من الفرقة الجامية، فهل فعله هذا صحيح علما أنه يقول لا أريد أن يتعرض أحد لعرضي؟ الحمد لله، هذه مدحة اللي يسمونه الجامية، أنهم هم اللي يفرقون على السمع والطاعة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينهون عن الفرقة والاختلاف، هذا تزكية لمن يسمونهم الجامع، فأنت استمر على هذا ولا عليك من الألقاب، اترك الألقاب، خذ المنهج واترك الألقاب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
وإن شاء الله إلى لقاء آخر في هذا الجامع بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.